أهلا بكم أعزائي المشاهدين متابعين برنامج طموح شباب، وصباح الصحة والجمال عليكم، ويا رب دايما في أحسن صحة وأحسن حال. أحب أشكر زميلي العزيز محمد أبو ضيف عن الفقرة الأولى. أما عن الفقرة الحالية وهي هتكون موضوع الحلقة عن فن الديكور، هنتكلم فيها عن أهم أشكال الديكور في حياتنا وعن مختلف الديكور وأهم النصايح هنعرفها النهاردة إن شاء الله. معانا الباشمهندسة مروة عادل صاحبة شركة فيجور، بنرحب بيها مع بعضنا بإذن الله. مرحب بيك يا مروة. أهلا مرحب بيك، بيك، منورانا. بنورك والله. أولا عايزينك تعرفينا بنفسك أكتر وعرفي السادة المشاهدين بنفسك أكتر. أنا بشتغل مهندسة ديكور، بعمل تصميم وديزاين وتنفيذ وتشطيب للمكان، بس وبقالي 5 سنين في التشطيبات. تمام، جميل جدا. طيب ما تعرفينا ايه شركة فيجور، يعني ايه هي شركة فيجور وبتقدم ايه للعميل؟ انا بقدم التصميم والتشطيب، وبقدم الفرش وكل ما يخص البيت او الوحده عموما بمشتملاتها. يعني انت المسؤوله عن الشركه كلها ولا في شريك معاكي؟ لا لا، انا لوحدي. يعني انتوا بتشتغلوا ازاي؟ عرفينا بالنظام اكتر، يعني اللي حابب يوصل لكم بتتعاملوا مع العميل ازاي كده، فاهمينا اكتر عن الشركه. بص، هو اول حاجه ان انا بنزل بعمل معاينه للمكان، وبعدين ببتدي ارفع مقاسات، وبعد كده ببتدي ارسمها رسومات 2D، وبعدين ابتدي اخد ابروفال مع العميل على الفرش اللي هو توزيع الفرش في المكان. تمام. وبعد كده ابتدي تصميم اللي هو 3D، وبعد كده بعتمده من العميل واشتغل تنفيذ على طول. يعني انتوا العميل بيطلبكم في اي مكان بتروحوا له؟ في اي مكان، في اي محافظه في مصر؟ اه. جميل. طيب عرفينا انواع التشطيبات اللي انت بتشتغلي فيها، الانواع مثلا لو تقصد يعني كنوع في ايه، تجاري التشطيب التجاري او الشقق مثلا؟ تجاري، في تجاري وفي محلات تمام. ولو شقق انا الاصعب فيهم تجاري ولا الشقق؟ التجاري. اشمعنى؟ اصعب عشان برغم ان هو ممكن يكون حاجه صغيره او ايا كان مساحته كبيره برضو، بس تفاصيله كتير عن الشقق. بتنصح العميل بايه دايما؟ طيب تدي له اهم النصايح؟ يعني انه بنصح العميل ان الديكور مش بس ان هو مجرد صناعيه وخلاص، هو ان هو لازم يكون واثق في الشركه اللي بيروح يقدم فيها، ان هو يشتغل تروح تشطب له يعني، فيكون في ثقه اكتر انه هي هتقدم له حاجه كويسه. يعني في عميل بيغلبك في التصميمات وكده؟ طبعا تعديلات بتبقى كتير. طيب احنا عايزين بس من فريق الاعداد بعد اذنكم عايزين الصور نعرضها، شغل الباشمهندسة مروة، عايزين نعرضها على الشاشة معانا ونشوف شغلها برضو. تمام، الشغل معانا على الشاشة اهو. تشرح، ممكن بقى تشرح لنا؟ ده تصميم مطبخ. جميل. الخامة بتاعته HPL. جميل. الستايل مودرن. ده تشطيبي، ده تنفيذ مش تصميم. غرفة نوم مودرن. انا استخدمت دهانات قطيفه مع تنجيده ظهر السرير لون كشمير مع شغل ده ستانلس. تشطيب بتقولي؟ ده تشطيب. تمام. تشطيبي انا. تمام، جميل جدا فعلا، جميل. ميرسي، الله يخليك. واستخدمت كمان مع الستانلس، والستانلس موضه السنه دي انه يدخل في الديكور. جميل جميل. غرفه اطفال برضو تنجيد ورا السرير، يعني الحيطه منجداها كلها، ورق حائط ورا السرير برضو، ومع دهان سادة جري فاتح، جبس البورد لفيف، يعني أوضة هادية. لا ما شاء الله، شغل جميل جدا. الله يخليك، يعني شغل عظيم والله. طب احنا عايزين نعرف الألوان اللي زي ما بيقولوا بيبقى فيه راحة نفسية، الألوان اللي بتهدي نفسية البني آدم، بيبقى فيه ألوان معينة؟ الفواتح، يعني الابيض، الاوف وايت، الجراي الفاتح، دي الالوان المريحه. والالوان الموضه السنه دي؟ المستارده. المستارده مع الجراي، والمستارده والجراي مع الاحمر، والازرق برضو نازل موضه السنه دي. تمام. واكتر الستايلات اللي منتشره بقى السنه دي؟
النيو كلاسيك نيو كلاسيك منتشر كتير. تمام، جميل جدا، شغل عظيم. الإضاءة كلنا عارفين إنها مهمة طبعا في حياتنا، عايزين نعرف منك إزاي بنوزعها بشكل صحيح وإزاي نقدر نرتب الإضاءة بشكل صحيح. بص هقول لك، انا في عميل مثلا بيجي يتناقش معايا في عدد السبوتات اللي بحطها في الجبسون بورد، تمام، فيقول لي نقللها، فانا برفض ده لان مثلا بيبقى في توزيع معينه، ان احنا كل سبوت بين التاني بين الواحد والتاني بيبقى مثلا مسافه متر او 90 سنتي، فهو بيفتكر ان انا لما اقلل بقلل تكلفه. لا، انا مشكلتي ان انا ببقى عايزه اوزع العناصر الاضاءه في المكان بشكل صح. بس تمام، فهو اللي بستخدم السبوتات مع بيت نور مع نجفه، بيبقى بتتوزع بطريقه كويسه يعني. تمام، جميل. طب لو عايز اعمل ديكور يكون تكلفة قليلة بس في نفس الوقت يكون تصميم شيك وجميل، تمام. ده ممكن نقدر نعمله ازاي؟ بص هقولك، او في بتقدروا تعملوه مثلا؟ طبعا متاح. تمام، في حاجه من الاتنين، يا بجيب ورق حائط بيتطبع مخصوص باشكال اي صور احنا عايزينها، بيبقى في منه تمام، اشكال رخامي واشكال اشخاص بيتطبع مخصوص، وبيبقى تكلفته مش كتير، ومع استخدام ان هو انا بعمل الجبسون بورد لفيف برضو اضاءه هاديه، وبيبقى التكلفه اقل، مش شغل خشب يعني وكده. تمام، جميل. طب التشطيب أسهل بدون تصميم ولا إيه؟ لا، بدون تصميم بيبقى صعب. ولا يفضل يكون فيه تصميم؟ لا، الافضل طبعا يكون في تصميم. التصميم بيسهل، لان انا لما اعمل شغل 3 دي قبل ما ابدا في الموقع، تمام، ببقى خلاص انا والعميل واخدين ابروفال على كل حاجه احنا هشتغلها في الموقع. فخلاص تخيلنا الالوان، الديكورات اللي على الحوائط، شكل السقف، توزيعة الاضاءه، شكل النجف، الاكسسوارات تمام، كلها بشكل عام. فخلاص انا بنزل اشتغل في الموقع وانا خلاص معتمده كل حاجه من العميل، مش هرجع له في حاجه. طيب هو هل الديكور فعلا بيأثر على العميل أو الأفراد اللي موجودة؟ الديكور لا، يعني الديكور ملوش تأثير خالص على العميل؟ بيأثر بشكل سلبي يعني تقصد؟ او لا، طبعا سلبي أو انا لما اعمل إيجابي؟ ديكور شكله حلو العميل بينبسط. طب والسلبي؟ لا، مفيش سلبي. الألوان بتأثر على المساحة؟ المعلومة دي حقيقية؟ لو المكان ضيق يعني مكان صغير وجيت استخدمت فيه مثلا أرضية غامقة أو جدار غامق، فأنا بضيق المكان، لكن لما استخدم حق ألوان فاتحة المكان بيوسع معايا. تمام، في ناس كتير بقى طبعا زي ما احنا عارفين في البيوت أو في أي مكان عموما دايما بنتلاقي سقف المنزل كله أبيض، عايزين نخرج من العادة دي، بص بتقدروا تعملوها أو ممكن تنصح العميل بإيه مثلا؟ بص هقول لك على حاجه، انا اتفضل. شخصيا بفضله ابيض. يعني ما بستخدمش الوان في الاسقف، يعني قليل قوي. لو فكرت اللي هو لو هكسر الاوف وايت او الابيض، ممكن اعمل جري لو الجدران جري، لكن لا، ما بدخلش الوان، مش مستحب. تمام، طيب نطلع فاصل بسيط ونرجع مع حضراتكم تاني. ورجعنا لكم بعد الفاصل وبنكمل حلقتنا مع الباشمهندسة مروة عادل، وبنجدد الترحيب بيكي يا مروة. اهلا بيك. عايزين نعرف منك تصميم السيري دي ايه، هو تصميم السيري دي واشرحي لنا بشكل مفصل تصميم السيري دي. بص، هو ال 3 دي ده عبارة عن ان انا برفع مقاس مقاسات الشقة او الوحدة بشكل عام، تمام، تمام، وبحولها من خطوط لكتلة. كتلة يعني برفع الجدران وبرفع كل حاجة في الشقة، بفتحات الشبابيك، بالابواب، بكل حاجة، جميل، وابتدي افرشها واحط ماتيريال عفوا ماتيريال الجدران والفرش وارسم الاسقف بكل تفاصيل كل حاجه في الشقه او الوحده بشكل عام، سواء تجاري او شقه او فيلا او ايا كان، تمام. تمام، بس وبعدين ببتدي اطلع منه الصور وابتدي اوري العميل قبل التنفيذ التصميم. يعني ده هو تمام. 3 دي. في انتوا عندكم ايه جديد بتقدموه للعميل او مختلف بتقدموه للعميل؟ المختلف ان احنا بنقدم كل حاجة، يعني
لو هو سواء هيشطب المطبخ، الشقة كلها، الفرش، ببقى معاه من يعني من A to Z لحد المفتاح من الآخر. تمام. انواع الستايلات بقى عايزين نعرفها منك. في الكلاسيك، في المودرن، في النيو كلاسيك، في برضو النيو مودرن، تمام. وكل واحد من دول بيختلف عن التاني. يعني المودرن ده بيبقى حاجة بسيطة جدا. احنا عايزين ناخدهم بالترتيب، اشرح لنا كل واحدة فيهم بالتفصيل. بص، المودرن ده بيبقى ستايل هادي جدا، يعني ممكن استخدم فيه شغل خشب هادي مع جبسون بورد لفيف، مع إضاءة، مع ألوانات على الجدران، والفرش بيبقى هادي جدا، ما فيهوش قيمة، ما فيهوش اي حاجة من دي. تمام، تمام. ده كده المودرن. النيو كلاسيك ده اللي هو ستايل محير شوية، لا منه مودرن ولا منه كلاسيك، بيبقى في جميل. الوسط. لو هو العميل لو هو مش حابب ان هو يعمل شغل كلاسيك او اي حاجه تقيله وقيمه وكده، ومش حابب يعمل مودرن حاجه هاديه، فبيبقى حاجه وسط بينهم، سواء ديكورات بتبقى بنوهات خفيفه مع فرش برضو بيبقى فيه شغل خشب بس هادي برضو مع دهانات شامبين او سيلفر وبس، وبيبقى ستايل هادي. انت اللي بتعرضي الاستايلات دي للعميل، ولا العميل اللي بيقول لك انا عايز ستايل كذا، ولا انت بترشحي له ستايل معين مثلا؟ بص هقولك، العميل ساعات بيبقى عارف هو عايز ايه، وبيجي بيقولي مثلا عايز كلاسيك، تمام. خلاص ببتدي اوريله صور كلاسيك كده من على النت، ببتدي اشوف بس هو متجه لانهي درجات طب انت الكلاسيك. مش بتشوفي المكان مثلا يليق عليه ايه، كلاسيك موديل مثلا، اه طبعا، وبتنصحيه برضو، ولا بتنفذي مثلا وخلاص، ولا في نصايح ليه لا لا مثلا؟ طبعا لا ده ما بنصحه، ينفعش كذا، لا في بنصحه. نصايح؟ لو المكان صغير ما ينفعش للكلاسيك، يعني المكان اللي هو سقفه منخفض ومش واسع، تمام. بقول له لا بلاش كلاسيك، عشان الكلاسيك بيبقى شغله كتير، فبالتالي انا هحس ان انا في مكان صغير حطيت فيه شغل كتير على الجدران، بنوهات، بقيمه، بشغل كتير على الجدران، هيحس ان المكان مخنوق هو داخل. فبنصح وخلاص، لو هو مصمم بنفذ. تمام. طيب العميل اللي بيطلب منك تصميم 3 دي، انت بتديله على فلاشة، ولا بتتفقوا ازاي؟ بيبقى الاتفاق ازاي؟ على حسب، لو عميل عن طريق النت ولا عميل، يعني ممكن عميل بيبقى بيكلم بيبقى من مثلا بره مصر، اسطوانة 3 دي لو من بره مصر ببعتوله على الميل. لو يعني بتشتغلوا كمان بره مصر، لو ساعات ناس بتطلب تصميم 3D بس من غير تشطيب، فهو ببعت لهم بيبقوا تصميمات بس، يعني بيطلب منكم تصميمات. فببعت له عن طريق الميل. العميل اللي هو بيبقى في مصر بقابله، بوري له الحاجة على اللابتوب، تمام اوكي، باخد الابروفال، ببتدي اشتغل تشطيب. طيب احنا معانا صور عايزينك تشوفيها، وعايزين تعليق حضرتك عليها كده. مثلا عايزين اشرحي لنا ده ايه بالظبط، تصميم ايه، ده كلاسيك ولا ده تصميم ايه؟ ده مودرن، ده مودرن. دي غرفة بنات، استخدمت فيها الحجر ومرسوم عليها صورة البنت دي، والألوان بتاعتنا التركواز اللي هو ميال للمنت جرين شوية، وفي شغل خشب مع إضاءات وسقف لفيف ومكتب، واستخدمت واحدة تخزين كويسة عشان هما شخصين يعني. تمام، جميل ما شاء الله. تسلم. اللون البركوازي بقى ده موضة السنة دي ولا ايه؟ التركواز موضة السنة دي، موضة ده موضة 2020 ولا 2020 والسنة اللي فاتت برضو. اول؟ عايزين نعرف طيب موضة 2020 انهي من انواع التشطيبات اللي انت قلت على الكلاسيك او المودرن، الموضة اللي ماشية نيو السنة دي؟ كلاسيك، الكلاسيك، نيو كلاسيك. النيو كلاسيك. طيب جميل. هو الموضة السنة دي. طيب معانا صور تاني. ده محل حلويات، اللي هي ده الجاتوهات انت التصميم ده بتاعك، ولا والشرقي. التشطيب، ولا لا ده تصميم بتاعي، تصميم بس؟ انا اللي بعمل تصميم وبنزل اشطب. تمام جميل. ده نوع ريسبشن الستايل مودرن. طيب كان ايه؟ لا اللي فات ده مودرن، مودرن. وده تمام برضو مودرن. تمام هنا برضو استخدمت شغل خشب مع ستانلس مع دهانات قطيفة، والفرش زي ما انت شايف كده هادي، ما فيهوش شغل كتير. كلمينا عن الالوان طيب في الصوره دي كده، عايزين نعرف الالوان اللي في الصوره دي، متناسق الالوان في الصوره؟ كنت قايله لك ان الموضه السنه دي اللي هو اللون الازرق والمستار ده، فانا هنا برضو مستخدمه اللون اللي هو اللون الكحلي في تمام. الكنبه، والكوشنز والشيل بتاع الكنبه لونه مستار ده، ومعاهم اللون الجري اللي هو الاساسي بتاعي في الجدران بس. و ده اللي هو الستايل الهادي اللي هو المودرن. طيب ايه اللي يخلي العميل يشترك معاكي وما يروحش لاي شركة تانية؟ اللي بيتعامل معاكي مرة
تعمل مرة تانية معاكي ليه؟ بص المواعيد تمام. الانضباط في المواعيد. المواعيد بشوف ملتزمة في الموقع ان الناس شغالة. جميل. بينبسط في الاول في التصميم طبعا، فبالتالي خلاص بيعتمد معايا ان هو يشتغل معايا في التشطيب. الاسعار، تمام. اسعار الصناعية معايا، والخامات اللي بجيبها له والخصومات اللي بجيبها له على الخامات، وتقريبا يعني شبه يعني بوفر له كل حاجة. تمام جميل. انت طبعا معاكي فريق عمل متكامل كله بيشارك معاكي، بس انت اللي مؤسسة شركة فيجور لوحدك ولا انا لوحدي، انا مش معايا شركة ومش معايا لسه حد. انا اللي بعمل الديزاين وبعمل البلانات بتاعته اللي هي التو دي اللي بنزل بنفذ بيها المقاسات في الموقع، ومعايا فريق اللي هو صناعية اللي هو بينفذوا لي بقى الحاجات اللي هي في التصميم. تمام. طب بما انك يعني لسه صغيرة وكده وبنت بتتعامل ازاي مع الصنايعية لا انا ببقى راجل في الموقع زيي زيهم ما فيش اي اختلاف خالص زيي برضو ما زيهم. اكيد في انا حد بتعامل يعني شخصية ولد في الموقع بحد تاني بتحول يعني. يعني برضو ممكن تلاقي مضايقة من هنا مضايقة من هنا، لا اكيد لا الحاجات خالص، دي واجهتيها صح. لا اصل هو الناس انا عارفاهم ومعايا من فترة وكويسين، ومش مش والصنايعية بدخل دايما حد غريب يعني. الصنايعية دايما برضو مواعيده مش مظبوطة، انت ازاي بتظبطي كل الكلام ده؟ لا ما عشان كده لما قلت لي ليه العميل بيبقى يعني مبسوط في الشغل معايا، لان وبيتعامل انا معاكي معايا باستمرار. صناعية اللي هم مواعيدهم مظبوطة، تمام. اللي مفيش هو حد من بيخلف يعني تسعة كده؟ الصبح وممكن من 8 الصبح بيكونوا هناك اصلا. تمام جميل. بس والله شغل رائع جدا، تسلم الله ويعني انت يخليك والله بجد نورتينا النهارده في الحلقه بتاعتنا. ونورك. و طيب عايزين قبل بس ما اختم الحلقه بتاعتي ان شاء الله، عايز اهني سياده اللواء اركان حرب عاطف مجدي حسين والشهره عاطف نميل مجد مرشح لدائرة أوسيم والوراق لمجلس النواب 2020. بنتمنى له كل الدعم والتوفيق لسيادة اللواء، ويا رب دايما نكون معاك وفي ظهرك، وإن شاء الله موفق بإذن الله. وبكده قد انتهت الحلقة بتاعتنا، ونشوفكم في حلقات جديدة بإذن الله برنامج طموح شباب.